جوعانين انا وحمولة. ساعة بيش هسه؟ الساعة شمال؟ ساعة شوف ساعة شباب؟ الساعة بثنتين واربعة واربعين دقيقة. ساعة بثنتين وخمسة واربعين دقيقة. العائلة كلها نايمة وهسه حمودي. لا 13 ساعة يعني الساعة بثنتين. هي نفس الشباب يعني فرق دقيقة واحدة. فهسه محتارين شو نسوي اكل؟ شو تريد اكل؟ شباب. يعني شو اسوي لك؟ بيض. بيض طبعا شنو؟ بيض طبعا. يا اللي يطبخ؟ انت. انت راح اخلي التحدي لو حمودي يطبخ. لو انا شو تقول انت؟ انت مو تقول انا عارف اسوي كل شيء اسوي لك. انا عارف كل شيء اسوي بس ما اسوي لك. نعم نعم جوعان نعم لا راح اسوي لك شباب وشوف الطبخ مالتي طبعا راح اسوي لكم اكله عالميه. بابا كل شيء لازم في الفلفل الحار. في الفلفل الحار طيب اكو واحد ماكل في الفلفل الحار؟ ما احب حار. لا بالعكس شباب راح احرق معدتي. راح اروح على الطباخ واسوي اكله ومنجهزها اصور لكم اياها وشوفوا يعني شكلها حلو مو حلو. ها كل شيء لازم في الحار. بس اللي راح خلينا نص لك في الحار اليوم ونص لك ما في الحار. ها بابا ها خلينا نصور مو احنا قاعدين حط. والله والله تعال يعني انا اجيب لك الاشياء. يلا تعال يعني تعال. هاي البزون شباب ما اصور لكم اياها صارت كم يوم شوفوها لان بناتها خطيه ونايمات ياهن طبعا. دقيقه هذا عمو محمد يريده راح نطي له هذا وذاك راح نخليه البيت خويه شوف ويقضي شوف شوف خايف عليه. ها ها ها, ها. ايش شو اسوي؟ الاسود فتح. هو الاثنين فتحات عيونه. بس هذا الاسود عم محمد يريد يطير ولد قال خطيه محتاجه ودائما يوصينا عليه فراح اشيله واطيه له. ولد عم محمد يعرفه ما عرفاني. قال يريده. هذا الاسود يعني بزون حبته. حبته لا حبته ولا هاي تعالوا خلينا نسوي لك كل يلا. يلا طلع طلع بيض طلع بيض. هذا البيض وهذا الجبن تشعدك بعد. طبعا راح نسوي لكم خطه ما صاير على العالم. هاي البيض انا عارفه شط بيض وشطه وجبن وبعد شنو هو بوتيتا سلك. إيه؟ هاي بوتيتا سلك شباب اللي بتاخذ بوتيتا سلك حضرها جبنا معون بدل معهم معون هذا معون شباب وهاي البوتيتا السلك شوفوها مسلوقه وجاهزه طبعا لقيناها على الطباخ فرصتنا هاي. هاي البوتيتا راح نقشرها ونخليها البوتيتا وايد ما نخليها كلها خلي بس نقدر ناكل حتى ما نسوي تبذير نقدر ناكلها نسويها. هذا بيض هواي ترى. ها بس اهم شيء شطه. انتم شايفينكم بزونه تاكل بيض سلك بيض سلك قصدي بوتيتا سلك. هاي بزونتنا تاكل حتى بوتيتا سلك. انا ما كيف بزون هسه شو اسوي؟ هاي السكينه حضرناها هاي الطاوله حضرناها حتى تاكل حتى تاكل بيض سلك بيض اصفر. خلينا نجهز الاكل ونرجع لهم تمام؟ تعالوا يعني هسه مثل ما تشوفون حضرت البيض البوتيتا الطاوة الشطة مالتي الكشب مال حمودي اللي يحبه. تعال وين راح؟ اجي حمودي راح يجيب لنا البصل ويجي تابع تابع الاكل راح يصير على العالم. هاي طبعا خليت فوقها شطة حمودي ما يدري هو قال انا خلي الشطة خليت فوق البيض شطة وراح اشوف والله شنو اللي ياكل ايش راح يصير بي. تابعونا هسه خلينا الطاوة على النار وهذا جاي يرقص. علي ما ترقص علي من علي ما ترقص على الرقص على الرقص. راح نكمل هاي الطاوة سخنها على النار وشغلنا الطباخ مالنا طبعا طباخ كهربائي وهذا المجعمص عندنا رقية ايش تم تريحه رقية ايش تم تريحه وجتنا راح نخليها راح تصور ويانا يلا تاكل قصدي صورنا يلا تاكل. شنو المجعمص؟ انت مجعمص هذا وجهك مجعمص شوف اي وجهك مجعمص. شنو المجعمص؟ انا وجهي كبير رقية اجت رقية ايش تم تريحه وجيت بس كون يعني تبغى تنام خلنا خليها صورنا خوش يلا تعال شباب كملت البيض هذا البيض جاهز الزلاطة جاهزة البصل جاهز الشاي على النار الشطة طبعا خليتها فوقها وراح اخلي بعد فوق طلع شوي جاي عم بدل ما طلع شطة هاي وعمودي هاتي انا تكره حتى بجيب لك كذا لك صار حار عمودي تعال كملت والله هذا البيض وال بوتيتا مالتك ولا هاي ترى مو هاي مو شطه هاي ايش كشف كريم لك الان كشف كشف هذا الجبن مالتك وهذا قبل شفت هذا هذا صغير؟ زين وهذا كبير؟ ما يعرف هذا رجع هاي هاي حمودي هسه شنو بعد؟ رقية بعد طبعا شباب ما ندري صواني الله شهر ما ندري صواني فرقية راح نوجهها جبنا صواني صبنا شاي وتعالوا يعني عصيني تعال شباب 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 شبا
شباب 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 هاي يا ابني اهلك كلهم نايمين ما تعرف تسوي اكل خاوبني انا على فكره اسوي اكل ايش ما كذب والله العظيم ما سويت انا اسوي هذا الاكل والله العظيم ما سويت الله شاهد انا سويت كلهم نايمين هاي ايش هذا بابا شطه 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 رجيك ما اكلها يلا يلا تعال شطه هنا وصلنا لنهاية الفيديو يا رب استمتعتوا يعني ارسلوا لنا رسالة وباي باي يسعدكم العافية طبعا باي باي.